السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم مع المراجعة الثانية للنصوص. في الحلقة اللي فاتت رجعنا على النصوص الإجباري، في حلقة النهاردة هنراجع على النصوص الاختياري، تالت إعدادي ترم تاني. واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت إن في الامتحان بيجي لنا في النصوص سؤال إجباري وسؤالين اختياري بنختار منهم واحد، ورجعنا في الحلقة اللي فاتت على النصوص اللي بتيجي في السؤال الإجباري. رجعنا على سفينة نوح ورسالة إلى ابني واستعن بالله. في حلقة النهاردة هنراجع على سؤال النصوص الاختياري، النصوص اللي بتيجي اختياري، النصوص الشعرية، نص خلال كريمة، وادي الكنانة، وحب الوطن. وعرفنا برضو في الحلقة اللي فاتت ان كل النصوص حفظ ما عدا رسالة إلى ابني ووادي الكنانة، دول دراسة. تعالوا مع بعض نبدأ المراجعة بأول نص، بنص خلال كريمة للشاعر حافظ إبراهيم. بيتكلم حافظ إبراهيم في النص ده عن الخلال الكريمة، الصفات الحسنة، الصفات الطيبة. بيقول إني لتطربني، بتسعدني الصفات الطيبة، الصفات الكريمة. إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي. الشاعر بتسعده الصفات الطيبة، سعادة المسافر لما يرجع بأوبة يعني رجوع، وتلاقي يعني مقابلة. بيكون سعيد بالصفات الحسنة الطيبة، سعادة الإنسان الغريب لما يرجع ويقابل أهله وأحبابه. وبتسعده ذكرى المروءة، تهزني يعني بتسعدني، بتسعد الشاعر انه يتذكر الصفات الحسنة وخصص منها المروءة يعني الشهامة، والندى اللي هو الكرم وعكسه البخل، من بين الصفات بين الشمائل، من بين الصفات من بين الأخلاق، هزة المشتاق سعادة الإنسان المشتاق. وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. وعرفنا برضو مواطن الجمال، إني لتطربني، ده أسلوب مؤكد بإن، واللام اللي في كلمة لتطربني، إني لتطربني، ده أسلوب مؤكد بإن واللام. وبيشبه الخلال الصفات بلحن بيسعده، والخلال دي جمع بتفيد الكسرة، وكلمة كريمة دي نكرة تفيد التعظيم. سعادة الغريب، طرب الغريب بأوبة، بيشبه الشاعر سعادته بالأخلاق بسعادة الغريب العائد بعد غياب، بأوبة وتلاقي. هنا العطف بيدل على إن السعادة لن تكتمل إلا باللقاء، سعادة الإنسان الغريب مش هتكتمل بالأوبة بس، بالرجوع بس، لازم التلاقي، لازم المقابلة، لازم اللقاء. وبيقول وتهزني ذكرى المروءة والندى، ده هنا بيشبه سعادته بالمروءة والندى وتأثره بتأثر الإنسان المشتاق عند لقاء حبيبه. المروءة والندى، اختار بس المروءة والندى لأنهما من أجمل الصفات اللي بيتحلى بيتصف بها الإنسان. بين الشمائل هزة المشتاق، الإضافة هنا إضافة المشتاق لكلمة هزة، ده بيبين هيئة الهزة وصدقها. يبقى تعرفنا هنا اللي بيسعد الشاعر الخلال الكريمة، وكيف صور الشاعر حب للأخلاق، صورها بسعادة الإنسان الغريب بالعودة ولقاء أحبابه. البيت اللي بعد كده بيقول حافظ إبراهيم، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. بيقول لو انت رزقت بخليقة بصفة حسنة انت كده ربنا اختارك، فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. مين اللي بيقسم الأرزاق؟ ربنا طبعا. انت كده ربنا اختارك، لان الناس في واحد بيكون نصيبه الايه؟ حظه مال. فالناس هذا حظه مال، وذا علم، وذاك مكارم الاخلاق. فربنا بيقسم الارزاق، فمنهم بيكون نصيبه الايه؟ المال، ومنهم بيكون نصيبه العلم، ومنهم بيكون نصيبه مكارم الاخلاق يعني محاسن، يعني الاخلاق الحسنة. فاذا رزقت خليقة محمودة، اذا هنا شرطية بتفيد التحقيق والتوكيد، رزقت خليقة، ايه الجمال اللي هنا؟ ربنا رزقك بخليقة، بخصلة، ده هنا بيشبه الخليقة بهدية ربنا بيمنحها للإنسان، ووصف الخليقة بإنها محمودة علشان يميزها عن باقي الصفات. فإذا رزقت، ده فعل مبني للمجهول، ليه؟ للعلم بالفاعل، احنا عارفين مين اللي بيرزق الإنسان؟ ربنا طبعا. فإذا رزقت خليقة، كلمة نكرة للتعظيم، محمودة فقد اصطفاك، ده أسلوب مؤكد بقد، قد اصطفاك، ودي النتيجة اللي قبلها. لو ربنا رزقك بصفة طيبة هتكون النتيجة انت كده ربنا خلاص اختارك، ربنا اصطفاك مقسم الأرزاق. وكلمة الأرزاق دي جمع، جمع تفيد الكسرة. فالناس هذا حظه مال،
وفاعل وذاك مكارم الأخلاق، ده اسمه حسن تقسيم تطرب له الأذن. وتكرار العطف هنا بيفيد تنوع الأرزاق. وذاك ليه استخدم ذا يعني هذا مع العلم، واستخدم ذاك اللي هي ذلك مع مكارم الأخلاق، واحنا عارفين ان هذا بتستخدم للقريب وذلك بتستخدم للبعيد. استخدم ذلك مع مكارم الأخلاق بيدل على علو مكانة الإنسان اللي ربنا بيرزقه بمكارم الأخلاق. يبقى عرفنا هنا ايه الاسس الثلاثة لبناء الامم، المال والعلم ومكارم الاخلاق. وعرفنا برضو ان عطاء الله متنوع، ونوضح ده بان ربنا مقسم الارزاق، ففي حد نصيبه المال وحد نصيبه العلم وحد نصيبه مكارم الاخلاق. وعرفنا برضو في النص ده لماذا بدأ بذكر المال، لان حب المال فطرة عند الانسان. ولماذا استخدم ذاك مع مكارم الاخلاق، ليدل على مكانة الانسان الذي يرزقه الله بمكارم الاخلاق. وبيكمل حافظ ابراهيم بيقول برضو ان المال والمال ان لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الاملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. يعني المال لوحده مش كفاية والعلم لوحده مش كفاية. بيقول لنا إن المال لو ما حصنتوش، لو ما حميتوش بالعلم، هيكون نهايته الإيه؟ الإملاق اللي هو الفقر. والعلم برضو ما حفظتوش بالشمائل بالأخلاق اللي بتعليه اللي بترفع من مكانته، هيكون برضو مطية، هيكون وسيلة توصلك للإخفاق للفشل. ومواطن الجمال هنا العلم إن لم تدخره، دي أداة شرط بتفيد الشك. لو أنت ما حصنتوش بالعلم، ده هنا بيشبه العلم بالحصن اللي أنت هتحمي فيه المال، هيكون نهايته الفقر. ده بيشبه المال بدون علم بالفقر. وهنا نهاية الإملاق دي نتيجة للي قبلها. لو انت ما حصنتش المال بالعلم هيكون نهايته، النتيجة هتكون نهايته الفقر. والإملاق والمال بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. وبرضو العلم لو انت ما صنتوش وما حفظتوش بالأخلاق اللي بترفع من قدره هيكون نهايته الفشل. يبقى هنا بيشبه العلم بالكنز، وبيشبه الأخلاق بالسور الذي يحوط العلم ويحميه. وهنا كلمة شمائل دي نكرة، نكرة تفيد التعظيم، وجمع برضو بتدل على الكثرة. الشمائل دي وصف الشمائل بأنها تعليه، ده بيدل على أهمية طبعا الأخلاق في رفع قيمة العلم. ولو ما صنتش العلم بالأخلاق هيكون نهايته الفشل. بيشبه العلم بدون أخلاق بالدابة بالوسيلة اللي بتوصل صاحبها للفشل. ومطية الإخفاق برضو نتيجة للي قبله، لو انت ما حصنتش العلم بالأخلاق هتكون النتيجة نهايته الفشل. يبقى احنا عرفنا هنا برضو امتى يكون العلم نافع وامتى يكون المال نافع. المال بيكون نافع لصاحبه لما يكون محصن بالعلم، والعلم بيكون نافع لما يوصان بالأخلاق الكريمة. وعرفنا برضو كيف صور الشاعر العلم الذي لم يحصن بالأخلاق، شبهه بالوسيلة بالدابة اللي بتوصل صاحبها للفشل والضياع. وحافظ إبراهيم بيقول برضو لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. بيقول لنا اوعى تظن ان العلم هيفيدك لوحده، العلم مش هينفع لوحده ما لم يتوج يكلل يزين ربه صاحبه، ما لم تزينه بالأخلاق الكريمة. لا تحسبن أسلوبنا غرض النصح والإرشاد، لا تظن إن العلم بينفع لوحده، وده أسلوب مؤكد بنون التوكيد المشددة اللي في آخر كلمة تحسبن. لا تحسبن العلم ينفع وحده، ده بيأكد على ضرورة ارتباط العلم بالأخلاق. ما لم يتوج، ده هنا بيشبه الأخلاق الكريمة بالتاج اللي بيزين صاحبه. لازم تزين نفسك بالأخلاق الكريمة لأن العلم وحده مش كفاية. يبقى لماذا لا ينفع العلم وحده؟ لأن العلم بدون أخلاق يكون وسيلة يؤدي بصاحبها للفشل والضياع. وبكده يبقى احنا رجعنا على نص خلال كريمة. النص الثاني بعنوان وادي الكنانة، بيقول الشاعر محمد الهراوي دعت مصر فلبينا كراما، ومصر لنا فلا ندع الزمام قياما قياما تحت رايتها قياما، أمامكم العلا فامضوا أماما. هنا الشاعر محمد الهراوي بيقول مصر بتنادي، لما دعت مصر علينا احنا استجبنا على طول كراما يعني أعزاء، ومصر دي لنا بنفخر بأن مصر بتاعتنا، فاحنا مش هنسيب الزمام اللي جام
وبيقول يلا قوموا قياما، ده اسلوب امر، قياما تحت رايتها، الرايه يعني العلم، يلا قياما تحت رايتها، قياما العلا المجد قدامكم امامكم العلا، فامضوا امام، سيروا اتجهوا اماما، وعكسها تقاعسوا وتكاسلوا. ومواطن الجمال هنا بيشبه مصر بالام اللي بتنادي ولادها، دعت مصر، بيشبه مصر بالأم اللي بتنادي أبنائها بتدعوهم للعمل، دعت مصر فلبينا. الفاء هنا بتدل على سرعة، استجبنا بسرعة، على سرعة الاستجابة، ودي نتيجة لما مصر دعت، النتيجة ان احنا لبينا النداء، لبينا كراما، وكلمة كرام هنا نكرة بتفيد التعظيم، ومصر لنا بيفيد الفخر، فلا ندع، مش هنترك، فلا ندع الزمام، بيوضح ان مصير مصر بإيد أبنائها. قياما قلنا اسلوب ايه؟ برافو، اسلوب امر غرضه نصح وارشاد، قياما تحت رايتها، قياما بيدل على اتحاد الشعب كله تحت راية واحدة، مسلمين ومسيحيين، وبيأكد اهمية الانتماء للوطن والعمل من اجل هذا الوطن. قياما تحت رايتها، قياما، التكرار هنا للتأكيد والحث على النهوض. امامكم العلا، العلا المجد، الرفعة قدامكم، ده هنا بيشبه العلا بهدف نسعى لتحقيقه. فامضوا أمام، برضو أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد، وبيقول محمد الهراوي هناك المجد يدعوكم فهبوا، المجد، الرفعة، الشرف، النبل، الكرامة بتدعوكم، هناك المجد يدعوكم فهبوا، يلا قوموا انهضوا، وليس يروعكم في المجد خطبوا، مفيش حاجة تخوفكم من المجد، ايه اللي بيخوفكم ان انتوا تحققوا المجد؟ مفيش اي خطب، اي امر بيخيفكم في المجد. لعمر المجد ما في المجد، بيقسم بالمجد، لعمر المجد ما في المجد صعب، ترد الذل، بيلبس، بيرتدي الذل، بيعيش في ذل، اللي بيخاف من الايه؟ من يخشى الحمامة، الحمام يعني الموت، اللي خايف من الموت بيعيش طول عمره في ذل. هناك المجد يدعوكم فهبوا، هناك ده اسم إشارة احنا عارفين طبعا بيستخدم للبعيد، وده بيفيد التعظيم، تعظيم المجد، ويشبه المجد بمكان بعيد، وده أسلوب مؤكد بتقديم شبه الجملة اللي هو هناك على المبتدأ اللي هو كلمة المجد. هناك المجد يدعوكم، المجد بيدعوكم، ده بيشبه المجد بإنسان بينادي وبيشتاق لأبناء مصر، وده بيدل على أهمية تحقيق المجد. يلا هبوا، هبوا يعني انهضوا، عكس تكاسلوا، أسلوب إيه؟ برافو، أسلوب أمر، وليس يروعكم، ده نافية، أسلوب نافية، بيشبه الخطب بحيوان مفترس مفزع، بيقول لهم ما تخافوش من اي حاجة، ما فيش اي حاجة تخوفكم في المجد. وهنا كلمة خطب يعني امر، دي نكرة للعموم والشمول، ما تخافوش من اي خطب، من اي امر، لعمر المجد، ده بيقسم، اسلوب قسم، بيدل على اهمية الايه؟ المجد، مش هيحلف غير بشيء غالي، بالمجد، لعمر المجد ما في المجد صعب، اسلوب نفي، وده فيه تحفيز وتشجيع للشباب ان هم يحققوا المجد. ما في المجد صعب، كلمة صعب هنا نكرة للعموم والشمول، ما فيش في المجد أي حاجة صعبة. ترد الذل يعني بيلبس، بيرتدي الذل يعني الإهانة، ترد الذل، اللي خايف من الموت هنا بيشبه الذل برداء يلبس، من يخشى الحمامة، اللي خايف من الموت بيشبه الموت بحيوان مخيف. وبيقول الهراوي لنا ذكر مع الماضي مجيد، لنا أمل يجد بنا بعيد، كذلك مثلما سدنا نسود ونرفع فوق هام النجم هامة. بيقول احنا عندنا تاريخ عظيم، لنا ذكر، لنا شهرة مع الماضي، عندنا تاريخ عظيم مجيد، لنا أمل وعندنا أمل، ده اللي بيدفعنا بعيد، وزي ما كنا أسياد مثلما سدنا نسود ونرفع فوق هام النجم هامة، عايزين نرفع بلدنا فوق نجوم السماء. لنا ذكر مع الماضي مجيد، ده بتعبير بيدل على شهرة المصريين في الماضي، ان احنا لنا تاريخ عظيم، وكلمة مجيد دي بتدل على عظمة مصر ومجدها. لنا أمل بيدفعنا، بيشبه الأمل بحاجة مادية، بشيء مادي يدفعنا نحو المستقبل لتحقيق المجد. وتكرار كلمة لنا، لنا ذكر، لنا أمل، ده بيوحي، بيدل بكثرة ما نفتخر به. وكلمة بعيد، بيدفعنا بعيد، بيدل على السمو والارتقاء والارتفاع، وزي ما كنا أسياد هنصبح أسياد، كذلك مثلما سدنا نسود ونرفع بلدنا فوق نجوم السماء ونرفع فوق هام النجم هامة، دي بيشبه النجم بإنسان له راس، بيقول هنرفع بلدنا فوق راس النجم، ده تعبير طبعا بيدل على الشموخ والإصرار على الوصول إلى ما فوق القمة.
فوقها من نجم هامة، كلمة هامة دي نكرة للتعظيم وجامعة تفيد الكسرة. ومحمد الهراوي بيقول بينادي على وادي النيل، بيقول فيا وادي الكنانة لن تزول، وفيك النيل يجري سلسبيلا، يطوف بمائه عرضا وطولا، ويبسط فيضه عاما فعاما. هنا الشاعر بينادي على وادي النيل، بينادي على مصر، بيطمنها، بيشبه مصر بإنسان بيطمنه، بيقول له ان انت يا مصر لن تزولي، لن تنتهي طول ما فيك الايه؟ وفيك النيل، طول ما فيك النيل بيجري بمائه العذب، بيجري سلسبيلا، نهر النيل بيطوف بمائه عرضا وطولا، بيبسط فيضه، بينشر خيره، فيضه يعني ماءه يعني خيره وعكسها جفاف، بينشر خيره عاما فعاما. يا وادي النيل، ده أسلوب نداء، غرض التعظيم، بيشبه وادي النيل بإنسان يطمئنه، لن تزول، ده أسلوب نفي، بيدل على امتداد النفي في المستقبل، ان انت يا مصر لن تزولي، لن تنتهي طول ما فيك الايه؟ طول ما فيك نهر النيل، وفيك النيل، ده اسلوب توكيد بتقديم الجر والمجرور على كلمة النيل، وفيك النيل يجري سلسبيلا. ده هنا الشاعر متأثر بالقرآن الكريم، وده بيدل على ثقافة الشاعر الدينية. يطوف بمائه عرضا وطولا، برضو بيشبه نهر النيل بإنسان بيطوف بيدور بمائه، وده بيدل طبعا على فضل نهر النيل في نشر الخير. يطوف بمائه عرضا وطولا، بينهما ايه؟ عرض وطول عكس بعض، بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. ويبسط فيضه، بينشر خيره، ده هنا برضو تعبير جميل، بيدل على انتشار ماء النيل في مصر عاما فعاما، بيدل على استمرار عطاء النيل وخيره. وبيكمل محمد الهراوي بيقول بساطك سندس وثراك طبر، وجوك مشرق وشذاك عطر، ونهرك كوثر وبنوك غر، أبوا في الله والوطن القسامة. بيقول لنا ان نهر النيل بينشر الخير، فالارض المزروعة بتبان كأنها ثوب فاخر من الحرير، بساطك سندس، سندس يعني حرير اخضر، وثراك طبر، التراب طبر ذهب، بيقول لنا ان التراب بيبدو اصفر كالذهب النقي، وبنستمتع بجوها المشرق الذي تفوح منه الروائح العطرة، وجوك مشرق وشذاك عطر، الشذا اللي هو الرائحة الجميلة، رائحتك عطر، رائحتك جميلة، ونهرك كوثر، نهر النيل العظيم بيشبهه بنهر الكوثر الموجود في الجنة، وبنوك غر، بيشبه أبناء مصر الشجعان بالغر، بالخيول العربية الأصيلة ذات المقدمة البيضاء، وبيقول إن أبناء مصر أبوا في الله، رفضوا في الله والوطن انقساما، بيقول إن أبناء مصر مسلمون ومسيحيون متحدون ورافضون للانقسام والفرقة. بيقول بساطك سندس، هنا بيشبه المزارع الخضراء، بيشبه الخضرة بالسندس بالحرير، وده بيدل على جمال الخضرة، وهنا برضو متأثر بالقرآن الكريم. وثراك طبر، التراب ذهب، يبقى بيشبه التراب بالإيه؟ بالذهب، وبيدل على قيمته، قيمة تراب مصر. وجوك مشرق وشذاك عطر، تعبير جميل بيدل على جمال جو مصر وطيب هوائها. ونهرك كوثر، بيشبه نهر النيل بنهر الكوثر في الجنة، وده بيدل على قيمة وعظمة نهر النيل. وبنوك غر، أبناء مصر بيشبههم بالخيول العربية الأصيلة التي تتسم بالغرة البيضاء في مقدمة الرأس، وده بيدل على كرم أبناء مصر. وكلمة غر هنا ناكرة للتعظيم، أبوا في الله يعني رفضوا الانقسام، ده تعبير بيدل على تمسك المصريين بالوحدة. وبكده يبقى احنا برضو راجعنا على نص وادي الكنانة، تعالوا مع بعض بقى نراجع على نص حب الوطن للشاعر مصطفى صادق الرافعي. بيقول بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيمي. بيقول بلدي حبها في لساني في كلامي وفي دمي، بيمجدها بيعظمها قلبي وبيدعي لها فمي، ومفيش خير في اللي ما بيحبش بلده، حتى لو بيحبها والحب ده مش ملازمه، لو ما كانش بيعشق وشديد الحب لهذا البلد. بلادي هواها في لساني، وهنا الإضافة إضافة ياء المتكلم بتفيد الاعتزاز وشدة حبه وتقديره لبلده وإظهار حبه لها. بلادي هواها في لساني، هواها في كلامي بيدل على شدة الحب،
وفي دمي برضو بيدل على شدة الحب واستمرار هذا الحب وتعلقه بالوطن. بيعظمها قلبي، يمجدها قلبي، بيشبه القلب بشخص يعظم ويمجد هذا الوطن. وبيدعي لها فمي، وجمع فمي أفمام، بيدعو لها فمي، ده أسلوب توكيد بتقديم الجر والمجرور لها، بيدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ده تعبير بيحب التنفير من الذي لا ينتمي لوطنه. ولا خير، ده نكر العموم والشمول، ما فيش منه أي خير في من لا يحب بلاده ولا في حليف الحب، ده تعبير بيشبه الحب بصديق لازم يكون ملازم صاحبه. لو الحب ده مش ملازمك طول الوقت برضو انت كده ما فيش منك خير. بيشبه الحب بصديق بيلازم ويحالف صاحبه، وده بيدل على شدة الإخلاص للوطن. إن لم يتيم، يتيم يعني يعشق وعكسها يكره، وده أسلوب شرط حذف منه جواب الشرط للعلم به. إن لم يتيم فلا خير فيه. يبقى عرفنا هنا ان في الابيات غرام، غرام بالوطن، حب للوطن، وعتاب لمن لا يحب وطنه ولمن لا يحالفه هذا الحب ومن لم يتيم بحب وطنه. وفي البيت اللي بعد كده بيقول مصطفى صادق الرافعي: ومن تؤويه دار فيجحد بفضلها يكن حيوانا فوقه كل اعجمي. الم تر ان الطير ان جاء عشه فآواه في أكنافه يترنمي. بيقول اللي بتأويه دار، اللي بيضمه بيت، بتأويه بتضمه دار يعني بيت، فينكر فضلها ينكر عكسها يعترف، يجحد بفضلها يعني ينكر، بفضلها يعني بخيرها. من يضمه دار، اللي بتضمه بلد وينكر فضلها، يبقى إيه؟ يبقى حيوان، وأحسن منه الجماد، فوقه كل أعجمي يعني جماد. والدليل بيقول إن الدليل إن حب الوطن فطرة عند الإنسان والحيوان، إن الطير لما بيجي لعشه إن جاء يعني أتى، أن الطير عندما يعود إلى بيته فأواه، لما بيته بيضمه بيكون سعيد وبيكون في أكنافه يعني جوانب هذا العش سعيد، بيترنم بيغني وعكسها يبكي. يبقى ده الدليل إن حب الوطن فطرة عند الإنسان والحيوانات. ومن تؤويه دار، ده بيشبه الدار والوطن بالأم اللي بتضم بتحتضن طفلها، اللي بتأويه دار وينكر فضلها. هنا دار نكر العموم والشمول، يعني اللي بتأويه أي دار وينكر فضلها ده بيدل على نكران الجميل، يبقى إيه؟ يبقى حيوان. هنا بيشبه اللي بينكر فضل وطنه بالحيوان، وده يحب التحقير من شأني. وكلمة حيوان هنا نكرة للتحقير، ومش بس حيوان، ده فوقه كل أعجمي، أحسن منه أي جماد. بيشبه برضو اللي بينكر فضل وطنه بالعجم، وده بيدل على الانحطاط وعدم القيمة. ألم ترى أن الطير إن جاء عشه، أسلوب إيه؟ أسلوب استفهام، بيقول له ألم تعلم إن الطير لما بيرجع لبيته بيضمه بيكون سعيد وبيغني، برضو أسلوب مؤكد بأن أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه. بيعمل إيه الطير؟ يترنم، بيدل على السعادة في ظل هذا الوطن والنتيجة لما قبلها. يبقى عرفنا دليل حب الطير لموطنه، وعلى ما استدل الشاعر في الأبيات استدل بأن الطائر عندما يعود إلى بيته يغني ويترنم. البيت اللي بعد كده برضو مصطفى صادق الرافعي بيقول: ومن يظلم الأوطان أو ينسى حقها تجئه فنون الحادثات بأظلامي، وما يرفع الأوطان إلا رجالها وهل يترقى الناس إلا بسلمي. بيقول إن اللي بيظلم وطنه أو بينسى حق وطنه بتجيله بتأتيه أنواع المصايب بأشد ظلم من الظلم اللي بيظلمه الوطن. طب وإيه اللي بيرفع الأوطان؟ اللي بيرفع الأوطان العمل، عمل رجالها المخلصين. وهل يترقى الناس إلا بسلم، والناس هتصعد، البلد هتتقدم غير بالسلم. بيشبه عمل الرجال والجهد ده بالسلم الذي ترتقي به الأوطان. ومن يظلم الأوطان النتيجة هتجئه فنون الحادثات، ده بيشبه فنون الحادثات، بيشبه المصايب بشخص يأتي ويصيب من يظلم وطنه، وده بيوحي بقسوة ما يلقى، ودي طبعا نتيجة للي قبله. تجئه فنون، فنون دي بتدل على اختلاف أنواع الشقاء، وجمع بتفيد الكسرة. تجئه فنون الحادثات بأظلم أشد ظلما، بتدل على إن العقاب سيكون قاسيا. وما يرفع الأوطان إلا رجالها، أسلوب قاصر، إيه وسيلته؟ نفي والاستثناء. ما يرفع إلا رجالها، ما يرفع ده النفي وإلا ده الاستثناء، يبقى بنقول أسلوب قاصر يفيد التوكيد والتخصيص. وهنا كلمة رجالها يقصد بها الرجال والنساء، بس هو هنا عبر بكلمة الرجال للتغليب لأنهم أغلبية،
للتغليب وبيدل على دورهم لرفع البلد. وهل يترقى الناس؟ اسلوب استفهام غرضه النفي. هل يترقى الناس الا بسلم؟ بينفي ان البلد مش هتترقى، مش هتصعد، مش هتتقدم غير بسلم. السلم اللي هو عمل الرجال، بيشبه جهود الرجال بالسلم، وده بيدل على ان الرقي بيحتاج الى بذل الجهد. وعرفنا هنا كده ما جزاء من ينكر فضل وطنه، تجئه فنون الحادثات تلاحقه المصائب. وعرفنا ايه دور رجال الوطن، العمل والاجتهاد حتى يترقى هذا الوطن ويتقدم. وبيقول برضو مصطفى صادق الرفعي: ومن يتقلب في النعيم شقي به اذا كان من اخاه غير منعم. بيقول ان النعيم بيكون شقاء على الانسان عندما يكون اخوته في الوطن يعيشون في شقاء وتعاسة. من يتقلب في النعيم ده اسلوب شرط، وبيدل على كثرة وجود النعيم وتعدد صوره. اللي بيتقلب، اللي عايش في النعيم بيشقى به، بيتعس به، وده برضو جواب الشرط، بيأكد عدم الاستمتاع بالنعيم لأنه لم يشارك في سعادة الآخرين، ولا أن من حوله يعيش في شقاء وتعاسة. إذا كان من آخاه، من صاحبه، وده بيوحي بوجوب تحقيق الأخوة والمحبة بين أبناء الوطن جميعا. وعندنا هنا كلمة النعيم وشقية بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه، والنعيم غير منعم برضو بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. وعرفنا هنا متى يكون النعيم شقاء لصاحبه، عندما يكون إخوته في الوطن يعيشون في شقاء وتعاسة. وبكده يبقى احنا رجعنا على النصوص. بتمنى لكم التوفيق في الامتحان، دعواتكم، بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.